تنطلق غدا منافسات دورة الألعاب الآسيوية 19 في مدينة هانشو الصينية، والتي تستمر حتى 8 شهر أكتوبر المقبل. وسيشارك وفد دولة الكويت الرياضي في هذه الدورة ب 141 لاعبا ولاعبة يخوضون منافسات 25 لعبة فردية وجماعية. يذكر أن دولة الكويت قد حققت 76 ميدالية متنوعة منذ مشاركاتها الأولى في دورات الألعاب الآسيوية، وتمكن الرياضيون الكويتيون من الحصول على 24 ميدالية ذهبية و22 فضية و30 ميدالية برونزية.